السلام عليكم. اليوم حنحكي على شوية تفاصيل وشوية إعدادات بتختلف من نسخة لنسخة، بس لازم نحن نعرفهم أوكي ونعرف شو نستفاد منهم. بقائمة الفيري في عندي عدة أوامر، فمثلا إذا بفوت على الكاميرا العادية في عندي شيء اسمه الفريم بفر، أحيانا ما بتكون مفعلة، فإذا ما كانت مفعلة فهو حيرندر على الريندر العادي تبع الماكس. اوكي، فنحن لازم نعرف هاي الامور، انه الفريم بفر مثلا ما عم تطلع الاعدادات تبعي، ما عم تطلع التفاصيل انه مثلا كيف بدي اخد رينج ريندر او شوف الصور اللي انا مرندرها، فلازم ان تكون دائما مفعلة. اوكي، واساسا هي تلقائيا مفعلة، بس احيانا في ناس مثلا بالغلط بتختفي معهم او بيفعلوها بالغلط. طيب، فهي القصة لازم كتير ننتبه لها منفعلها. وحتى اذا مثلا اذا كنت عم بكبس على الليسته تبع الفريم بفر وما عم تطلع معي، او عم بكبس زر يمين وبكبس فريم بفر او ما لقيتها، ففيني انا من اعدادات الريندر اللي شو فريم بفر بتطلع معي. طيب، فهي هي الفكره منهم انه كيف نحن نشتغل فيهم. طيب، فالفريم بفر ما بدي نفصل انه لا انابل او ديسبلاي، فحسب انا شو بدي. طيب، جلوبال سويتش شو بستفاد منها؟ جلوبال سويتش كمان نحن ما لازم نعدل فيها شيء، انه هدول الاساسيات. فمثلا اذا بقول له الغي لي المابس، يعني بصير قائمه الماتيريال كلها ما تقراها، بصير بياخذ الوان الديفولت الموجوده بالريندر او بالبرسبكتيف. يعني اذا نحن ما حاطين ماتيريال وكنا عم نشتغل بس بوكسات، فبصير ما بيقرا عندي اي ماده. فهي اذا كانت عم تصير معكم، فالمشكلة انه انتم ما بتكونوا مفعلين المابس، او احتمال كبير في عالم بتجيب اعدادات جاهزة من فايل لفايل، فبيكونوا لاغين هاي القائمة. فانا ما بقعد بعرف شو المشكلة، بعمل ميرج للفايل او بعمل اعدادات جديدة. فانا دائما بفضل نحط نحن اعدادات بايدنا، انه نحن بنعرف شو عم نشتغل. طيب، نفس المبدأ الريفراكت والريفلكت، هي اذا بلغيها بتروح معي الشفافية، بتروح معي التأثيرات. تمام، كمان هذا الشيء غلط، فلازم كمان ننتبه له انه نحن كيف نشتغل فيه. هتلاحظوا كمان حيصير اختلاف بالشباك، انه ما اتحسب لا انعكاس ولا شفافية. طيب، واي مادة تانية عندي هون يمكن مزهرية او شي، نفس المبدأ بصير بيعطيها لون فقط. هي هي. طيب، فلازم ننتبه لهاي الامور كتير بتفاصيلها. طيب، فخلينا دائما مفعلينهم وما منقرب عليهم ابدا. الشغلة اللي بتهمني واللي بتعطيني جمالية اللي هي اوفرلاي ماتريال. نحن لما نشتغل بالكورس، انا بعطي كورسات، فبقول لهم للطلاب دائما حطوا طابه بالاوفرلاي ماتريال وحطوها مثلا بس لون رمادي او لون تقريب الابيض، واعملوا ريندر. طبعا فقط احذف الشبابيك مبدئيا ورندر، بنحكي عليها لقدام كيف بتفيد. فبصير شو بيساوي، بيعطيني كل المشروع على قائمه الاوفرلاي ماتريال لون واحد. اوكي، فهذا هو التيست ريندر. حارجيكم أمثلة مشان تشوفوا فكرة انه شو بستفاد منه انا خلال الشغل تبعي، انه اوكي طيب لشو الاوفرلاي ماتريال. مثل ما ذكرت هي عبارة عن تيستات. فلاحظوا مثلا هاي المشاريع لما نحن نتدرب على الاضاءة، فممكن نحط فقط اوفرلاي ماتريال لاقدر اشتغل سواء داخلي او خارجي، وبعدين ببلش شوي شوي دخل الماتريال، انه هذا الشي بيساعدني كتير لا انا اشتغل ريندر يكون ممتاز. لاحظوا مثلا هاي تستات الاضاءه. فاليوم انا اول شي بحط اوفرلاي ماتريال لاقدر اوصل للشي اللي بدي اياه. طيب، فهي نقطه كتير مهمه. طبعا فينا نحط اي لون اي ماده، اذا بقول له طيب اعطيني اي لون تاني مثلا زهر، فمباشره حيعطيني كل المشروع بلون واحد. طيب، هل هذا الشي يعني راحت ماتريال الخشب او راحت ماتريال الذهب او الانعكاسات او هيك؟ لا، انما هو لما فعل اوفرلاي ماتريال بيخفي لي كل شيء. اوكي، وبيعطيني بس هاي الطابه. طيب، لنفترض انه انا مثلا بدي فوت على تفاصيل اكثر، ففيني انا اقول له مثلا اعزل لي الارضيه من الاوفرلاي ماتريال. كيف يعني؟ يعني رندر لي كل المشروع مثلا باللون الزهر من عدا الارضيه مثلا ومن عدا هذا الاوبجكت، اوكي، اللي هي الزريعه او اي شيء. ففيني اقول لهم جروب لنفترض، او فيني اعمل اكثر من خيار، وعندي الاكسكلود موجوده هون بتعطيني كل شيء اوبجكتات. فانا هاخذ مثلا هدول الجروبين، ما بعرف انه نفس الاسم، هقول له اوكي خذ لي هون على الطرف الثاني.
يعني اعمل لي اياهم اكسكلود، هدول لا تعطيهم اوفرلاي ماتريال، خليهم على الماتريال الطبيعيه تبعهم. فحقول له اوكي وحقول له رندر مره ثانيه. فهلا حيحسب لي كل شيء زهر، فقط هدول الاثنين حيعطيهم لون خشب، فهذا الشيء حيعطيني كمان احساس. طبعا نحن شو بنساوي بهي الطريقه؟ لما نحن كمان بنفس المبدا بالكورس انا بعطي الطلاب، انه مثلا نحن عم نتدرب على ارضيه، فبخلي كل شيء ابيض وبخلي بس الارضيه بعزلها من الاوفرلاي ماتريال. نتدرب على القماش، نتدرب على المعادن شوي شوي، وطبعا بدروس معينه او مرحله معينه بنلغي الشيء اسمه اوفرلاي ماتريال. فهي النتيجه منها بتصير بتعطيني هذا الاحساس. طبعا بنستفاد منها بكتير شغلات، يعني انا ممكن ما احط طابه ملونه بس، ممكن احط كتير امور لاوصل لنتيجه معينه وتعطيني جماليه بالمشروع. ومثل ما ذكرنا هون، اذا بلغي الاوفرلاي ماتريال بتشتغل على هذا الاساس. طيب فنحن بس نشتغل على هذا المبدأ ومنظبطها ان شاء الله. طيب خليني اسكر الرندر وكمل الشغل كيف بنشتغل. طيب ف هنزل شوي لتحت وفي عندي اوامر تانية. خليني اسكر الجلوبال سويتش. الشي اللي انا بدي اقرب عليه او اشتغل فيه الايمج سامبلر، هي بتكون في عالم تشتغل بوكيت، في عالم تشتغل باكثر من خيار، في عندكم النسخ القديمة الفيكسد او اي امر. طيب نحن نختصر عليكم الامور كلها وتجارب، انا بشتغل على البوكيت، في عالم تاني بجوز تقول لك او فيديو تاني بشتغل على غير قائمة، حسب كل شخص شو بيشتغل. طيب انا شو بستفاد هون؟ حورجيكم مثال، انه مثلا عندي شيء اسمه مينيموم ماكسيموم سب ديفيجن. يعني السب ديفيجن اللي مثل ذكرنا بالدروس الماضية اللي هي البكسلات، هدول عم تطلع معي. فانا هون اذا برندر بمثلا سب ديفيجن واحد، و كمان السب ديفيجن مينيموم ماكسيموم واحد، فشو حيصير؟ هرندر اوكي وهنشوف النتيجة اللي حتطلع معي. طبعا حيصير رندر كتير سريع، بس هذا شو بيعمل؟ التباين، هذا هدفه التباين بين الالوان والظلال. اوكي فلاحظوا هون البكسلات محاسب لي اياها بشكل حاد جدا، يعني مبينه حدوديه التفاصيل. كل ما زودت شو بيصير؟ نحن عم يطلع من عنا مثلا من الشمس او من الاضاءه اللي برا شعاع، هذا الشعاع عم يدق بهدول الاوبجكتات وعم يعطيني مثلا مثل ما ذكرنا باحدى الدروس انه السب ديفيجن والسامبل، عم يعطيني مثلا سب ديفيجن واحد سامبل واحد. طيب لما عم يوصل لهدول الالوان او هدول البكسلات الصغار فعم يعطيني نتيجة بسيطة جدا، بينما لما انا زود السب ديفيجن، يعني قله زود لي حسابات كتر لي المربعات، فبصير بيعطيني نتيجة اكتر. يعني مثلا خلينا نقول انه النقطة الصفراء الاولى اللي عن اليمين، فخلص هون بيعطيها سب ديفيجن واحد، الثانية واحد 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 هيك، ليبلش يدق بلون تاني او يكون في لون تاني او مادة تانية بيقول لك لا انا بحاجة لسب ديفيجن اكتر، فممكن انا اوصل اثنين ثلاثة، فهو مثلا هون 8. فانا بقول له للماكس حسب لي من 1 ل 8 بنتيجة. ففي اراني، يعني في مربعات بتحتاج 1، في مربعات بتحتاج 2 3 8 حسب. طيب كيف انا بحسب هذا الرقم او كيف بعطي للماكس هاي القصة؟ طيب انا كل ما زودت هذا الرقم كل ما زادت الحسابات كمان. اوكي كل ما اعطاني واقعية او تباين بالالوان احلى. يعني لاحظوا اذا بزوم هون حيصير التدريج بين اللونين اكبر. اوكي طيب على انه حد بوصل او شو الرقم اللي لازم اوصل له؟ هلا الماكس صاروا عم يحطوا بالنسخ الجديده عم يعطيني الديفولت او الستاندر هون اللي هو 32. يعني اذا بعمل ريندر 32 انه خلص انه هذا كافي بوضع طبيعي. اوكي في عالم ممكن تحطها 64، في عالم تحطها اكثر، بس انا برايي هي نتيجه كافيه. بصير الحسابات اكبر، يعني عم تلاحظوا البكسلات عم تزيد، فانا هون اذا بزود اكثر بتزيد معي. طيب في عندي القائمه اللي تحتها بالنسخ القديمه بيسموها كلر ثريشولد، او هون بيسموها نويز ثريشولد. طيب هي شو بتساوي؟ كمان هي النقط الصغيره كل ما انا نقص هذا الرقم كل ما بتزيد الحسابات. يعني اذا كان هذا مثلا 1 لنفترض او 5 مثلا، وقول له ريندر، هون شو حيصير؟ حيصير عندي تفاصيل. هلا بدرجيكم اياها. حيصير انه اول شغله
السب ديفيجن تبعي ما اتحسبه. تاني شيء اعطاني نويز كتير بالصورة، يعني اذا رندرت بصير عندي نويز بالصورة، بالظلال، بالامور هاي، البكسلات هاي ما اتحسبها بشكل دقيق. لاحظوا كيف صار في خربطة بالحسابات. طيب هون شو بنعمل؟ كل ما قللت هذا الرقم، مثلا بقول له الستاندر غالبا 0.01 او 0.025 مثلا، هذا الشيء كل ما انا قللت الرقم كل ما زادت حسابات الريندر، كل ما اعطاني كواليتي اعلى بالريندر. اوكي، يعني نحن لما نرندر صورة في عالم بتقول لك انه طيب شو سبب النويز عندي؟ هل هو اضاءة؟ هل هو ماتريال؟ هل هو سب ديفيجن تبع المادة؟ اوكي، فانا حلاحظ هون انه حيزيد عندي الظلال، حتطلع انعم. اوكي، ليش؟ انه هاي النويز صار انه خلينا نقول ينظف لي اياها، يعطيها وقت اكتر، يعني حقها بالرندر يعطيها وقت افضل، فبصير بيعطيني نتيجة اعلى. اوكي، هذا الشيء بيعطيني جمالية بالرندر، ومثل ما قلت لكم بيعطيني واقعية. وانا عم اشتغل على صورة 800 ب 600، يعني انا ما حطيت فاينل رندر، وبنفس الوقت عم يزيد معي الرندر. هلا بورجيكم زمن الرندر كيف بصير. طيب هذا الشيء نحن عم نحكي انه بحال انا عم اشتغل على اي لقطة حيزيد معي. لاحظوا هون مثلا 53 ثانية و9 ثواني، او 32 ثانية و35، او 53 عفوا. لاحظوا هون، يعني اذا بزوم حلاحظ الفرق. مثلا هاي 32 ثانية لما كانت 0.1 مثلا، هاي لما صار في عندي نويز اكبر. اوكي، طيب هلا بجوز ما احس الفرق هون كبير، على التجربة ببين معي، بس واضح الفرق بين نويز 5 ونويز 0.05. طيب فانا هون بقدر اعطي تباين اكتر بالالوان بالشغل، بيعطيني جمالية كتير. طيب اذا انا زودت البكسلات تبع الصورة، يعني كبرت قياس الصورة، حيزيد هذا الوقت. اوكي، طيب هاي العلاقة مثل ما قلنا البوكيت ايمج سامبلر، العلاقة بالالوان. طيب عندي الجلوبال دي ام سي اللي هي العلاقة بالسب ديفيجن تبع المواد. كمان في ناس لك اكيد في عندي سب ديفيجن تبع المادة كيف انا بحسبها، وفي عندي سب ديفيجن للاضاءة، يعني اي اضاءة في لها سب ديفيجن كمان بنشتغل فيها. طيب لنختصر هذا الشيء وهي التجارب وهي التفاصيل، في عندي شغلة كتير مهمة. إذا أنا أي مادة حاططها مثلا 8 أو 5 أو أي شيء، كيف أنا بدي زودهم كلهم؟ بجوز عندي يكون 20 مادة أو 30 مادة. فأنا شو بعمل؟ بال Global DMC بس يكون مفعل هذا الخيار Subdivision Multi، أو المالتي اللي هي الماتريال يعني، فهذا الرقم بينضرب بالكل. يعني إذا أنا حاطط هلا 8 وقلت له حط لي 5، فبيضرب لي الثمانية بخمسة. اوكي، فبيطلع عندي رقم معين، فهذا الشيء بيعطيني كمان وقت ريندر اطول، وبيعطيني بنفس الوقت المادة بيعطيني اياها واضحة اكتر. هذا الشيء بيبين معي اكتر على المواد اللي فيها انعكاس اكتر، اللي فيها يعني كلاسزين، فيها شفافية، مثل مثلا الذهب، مثل المعادن بنشتغل عليها. طيب لاحظوا هون مثلا عندي هدول فيهم شوية انعكاس، فبصير بيحسب الريندر اكتر، بياخد وقت. باختصار مشان نحنا ما ياخد معنا الريندر وقت وما نطول بهي الامور والحسابات، وانا ما بعرف امتى بدي احط 0.5 و0.025 او 1، فاختصروا علينا هذا الشيء عن طريق انه انا ما احط ابدا سب ديفيجن، يعني ما اقرب على السب ديفيجن لاي ماده، وخلي هذا مثلا قيمه مثلا 0 مثلا 0.7 او 0.1 او اي شيء، نفس المبدا هون للماتريالات. اوكي، اذا هلا برندر حيطلع الرندر شوي سيء. اوكي، يعني حيطلع في شويه نويز. طيب الميزه اللي انضافت بالسنين الاخيره للرندر اللي هي فيري دينويزر، الفيري دينويزر بيحل لي مشكله هاي النويز. يعني اذا بتلاقوا هون ار جي بي، الدينويزر حيعطيني افكت، فهاي النويز اللي موجوده عندي اول شيء بيرندر لي اسرع، ثاني شيء الافكت هاد بيعطيني تفاصيل اكثر. فانا حقول له رندرين او رندر element، حضيف شيء اسمه بالرندر element، حضيف اد، حقول له فيري دينويزر. طبعا هي بالنسخ الاخيره موجوده. طيب هذا الفيري دينويزر بس رندر، بعد الرندر بيعمل لي افكت، هذا الافكت يعني بينظف لي النويز كلها. فهنلاحظ هلا هذا الرندر الاول، وبعدها حتلاحظوا هلا حاط لي هون رندر ايمج، بعدها حيحط لي الدينويزر. اوكي، هي الدينويزر من الاليمنت حينظف لي الصورة. لاحظوا كيف؟
هاي الافكت تبع الدينايزر وهاي الار جي بي، فبيعطيني جماليه كتير للصوره، نعومه، وبنفس الوقت اختصر علي وقت الريندر كتير. طيب مشكله الدينايزر انه احيانا اذا كان عندي تفاصيل كتيره، مثلا هاي ريندر، يعني اذا كان عندي مثلا بامب او عندي مثلا انعكاس او عندي شيء، فالدينايزر لما يشتغل فهو خلينا نقول انه بيروح لي كل التفاصيل نوعا ما. مثلا عندي ازاز على مطر او مثلا بامب شوي هيك تحجير او اي شيء، فنوعا ما بيعمل لي مشكله، فبحس الصوره انه شوي فيها نعومه زياده. لاحظوا كيف هون الارض صار فيها نعومه زياده، بينما الار جي بي بتوضح لي اياها اكثر، حتى الازاز او اي شيء. طيب لحل هاي المشكله باعدادات الدينايزر فيني اعمل شغلتين، يا فيني اشتغل على كوستوم وانا اتحكم بمدى التلاشي تبعه، يعني هون راديوس قديش عم تتلاشى النويز تبعه، او فيني اختار، انا بفضل اختار الميلد. هاي الميلد هي بتعطيني نتيجة افضل ووسطية، يعني بين الدنايزر وبين الار جي بي العادية، فبيعطيني نتيجة جدا ممتازة وكافية، وبنفس الوقت بتوضح لي التفاصيل. فالفيري دنايزر كتير مهمة، واللي عنده كروت شاشة انفيديا جي تي اكس او ار تي اكس كمان في رندر عليها بيعطينا نتيجة احلى واسرع من اي شيء تاني. طيب فبلاحظ هون انه حيخف النويز تبعهم وبيعطيني جمالية، فبدي اعرف استفاد منه. ومثل ما شفتوا لاحظوا هون الكواليتي كتير ممتازة مقارنة بالتست اللي عم يشتغله، ولاحظوا الار جي بي عاطيني نويز بالصورة، فهذا الافكت بيحل لي هاي المشكلة. لانه اذا انا بدي احط مثلا النويز هون بدي اقلل الرقم كتير، وبالسب ديفيجن او بدي احط مثلا سب ديفيجن لكل مادة، مثلا الذهب 32 64 كذا، فهذا الشيء كتير بياخذ مني وقت، وحرام انا اضيع وقت، بما انه هلا النويز الجديد او الدينويزر والاعدادات الجديدة عم تسهل علي هاي الامور، فانا لازم دائما تابع هذا التطور. فهي هي الفكرة منهم بشكل عام، فنحن بس لازم نفهم فكرة عليهم انه هنن شو بيساووا وشو بيشتغلوا، فلازم ننتبه لهي الامور. طيب فان شاء الله يكون هذا الشرح واضح، وبده تجارب لا يبين معنا. والله يعطيكم الف عافية.